زكريا صلوات الله وسلامه عليه عاش عمرا وليس عنده ولد. هذا الشعور، الإنسان يشعر بالحاجة إلى الامتداد، لا أنتهي بموتي ينتهي كل شيء، لا، هنالك ذرية تحملني وتشكل امتدادي. إذا زكريا لم يكن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، هنالك دعا زكريا ربه. ليس من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى كان يرزقه الذرية، الله ليس محتما عليه أن يرزق شخصا ذرية، ماكو هنالك حتمية. إذا دعا يرزقه الله، إذا لم يدعو لا يرزقه الله. شخص في قم قبل سنوات كانت عنده طفلة، هذه الطفلة أصيبت بمرض قاتل في المخ، ويأس الأطباء من علاجها، انتهى المرض، كان يمكن أن يعالج مبكرا ولكن لم يلتفتوا إلى المرض، واستحكم المرض في المخ. بعد ماكو أمل في شفاء الطفلة الصغيرة. الأب كان عنده هواي تعلق بهذه الطفلة، طفلته الأولى وإلى علاقة خاصة بهذه الطفلة. المهم أخذ يدعو الله سبحانه وتعالى ويتوسل، ولكن يبدو أن القضية قضية كانت حتمية، أجل حتمي، هكذا كان يبدو. لذلك جاء واحد من المتدينين المقدسين، جاء إلى هذا الأب وأخذ يمهد له تمهيد. شايفين إذا واحد والعياذ بالله أصيب بمشكلة بمصيبة، أو أوشك على أن يصاب بمصيبة، يجي واحد يمهد له، الصبر الأجر الذي أعده الله سبحانه وتعالى للصابرين، وأخذ يمهد له. حتى إذا سمع النبأ، البنت ما كانت ميتة ولكن النتيجة كانت واضحة حتمية، إذا سمع النبأ لا يتأثر كثير. أبو الولد يعني جد الفتاة الصغيرة كان في الحديقة يسمع هذا الحديث، نادى ابنه والد الفتاة، قال له فلان لا يخدعك هذا الكلام، الكلام حول الصبر وحول الصابرين، تمسك بالدعاء، لا يصير عندك فتور، تسمع كلمات الصبر إذن انتهت القضية. لا، ما انتهت القضية، تمسك بكل قوة بالله سبحانه وتعالى، بحبل الله سبحانه وتعالى. حقيقة كلمة جيد، حتى إذا رأيت أن الأمور بعد انتهت، بعد ماكو أي مجال، القضية سوف تقع حتما، هاي إرادتك لا تفتر، تمسك بحبل الله، التجئ إلى الله. وفعلا هذه الكلمة من هذا الوالد لولده كانت مؤثرة، تمسك وتوسل ودعا ودعا إلى أن تحققت المعجزة وشوفيت البنت، ولا زالت إلى الآن على قيد الحياة. الإنسان لا تقل إن الأمر قد فرغ منه، انتهى كل شيء، أبدا. الدعاء مؤثر، الدعاء يرد البلاء، وقد أبرم إبراما.